هناك علم بدون طريقة بحث متكاملة، كما أن بدون العلم لا توجد طرق بحث متكاملة. وعندما يدرك المرء بأن العلم هو طريقة بحث لغرض نيل المعرفة والعمل، فيصبح بذلك عالماً. منذ آلاف السنين اكتشف الحكماء والباحثون الهنود أغوار عوالم الأرض والنار والماء والهواء والفضاء، وقد استندت تجاربهم على الجمع بين العلم الصرف والدين. واعتقد هؤلاء بأن العلم ليس مجرد تجارب وبحوث، بل إنه طريقة لتطوير الحياة ترتكز على الحماس وعدم الامتلاك واللا عنف. ولم تكن مبادئهم ترمي إلى مجابهة الطبيعة، بل استيعاب قوانينها التي تدير الكون. وتركوا استكشافاتهم واختراعاتهم وإنجازاتهم للأجيال التي جاءت من بعدهم في مجلد واسع من المعلومات، كالتي ضمتها الفيدا والبنيشت والبرانا. لقد وصلت الأقوام الآرية إلى الهند قبل 1000 عام بعد الاختفاء الغامض لحضارة وادي الإندوس، وهناك دلائل تشير إلى أن الأقوام الآرية هي الأخرى كانت تتمتع بنزعة علمية واسعة. اعتقدوا بأن الإنريث، أي قوانين طبيعية، هي المسيطرة على الكون الغامض والمتنوع، وإن تلك القوانين في الحقيقة بحد ذاتها مقسمة إلى 5 بوثاز، أي العناصر العوامل 5، وتلك العناصر هي بريثفي أي الأرض، آب أي الماء، فايو أي الهواء، وتيجاز أي الحرارة، وأكاش أي السماء. من الصعب وضع تأريخا للتقنية الهندية، وطبقا للنصوص القليلة القديمة النادرة اعتبر التعدين واحدا من أقدم العلوم التي تطورت في شبه القارة. وهناك أدلة تثبت بأن الحلي الذهبية كانت معروفة منذ 300 عام قبل الميلاد، وأن الزنك قد تم استخلاصه من معدنه الخام منذ 400 عام قبل الميلاد. ويعرف بأن أقوام أتشاريا من وسط الهند هي التي قامت بصهر الحديد منذ أزمان ما قبل الفيدا، ويقال بأن سقاطات الأبواب الحديدية قد صدرت إلى دمشق عبر طريق الهند التجاري المزدهر آنذاك. لا يمكنني أن أقول بأن الهند هي التي طورت مستخرجات الحديد، بل تم ذلك في أواسط آسيا، ولكن حالما تبنتها جاءت بنتائج عالية جدا. وكما نعلم بأن الركائز الحديدية لم تتعرض للصدأ منذ 1500 عام، وأن أحد علماء المعادن البريطانيين قال في القرن 19 بعد الميلاد بأن هذه الكتلة الحديدية الهائلة لا يوجد مثيل لها في أي مكان آخر في العالم. إذن فإن هذه التقنية العالية في لحم الحديد تعد بمثابة المساهمة الهندية في التقنية العالمية. المرايا هي مصنوعة من المعدن، تمثل انعكاسا بسيطا للتقنية التي كانت موجودة في الأزمان القديمة. التقنية هي نوع من الاحتكار العائلي التقليدي لدينا، لذا فإننا لم نفصح عنها، كانت عبارة عن امتزاج مزدوج. اليوم يصنع العلماء المرايا من الزجاج بمساعدة الصيغ والوصفات التي ورثوها عن النصوص القديمة. تتطرق تلك الكتب أيضا إلى موضوع العدسات التي بواسطتها يمكن رؤية ما يصعب رؤيته بالعين المجردة. هل كان الهنود القدماء يعرفون الميكروسكوب؟ كان على العلوم الهندية القديمة من اجتياز امتحانات صعبة للغاية بقية إثباء كفاءاتها، كما كانت هناك عوائق كعدم توفر النصوص وصعوبة ترجمتها، إضافة إلى عدم توفر بعض العناصر المدرجة فيها، أو بسبب عدم الدقة في الوحدات القياسية التي كانت تقريبية. مثلا وحدة قياس درجات الحرارة كاكش لم يتم لحد الآن ترجمتها بدقة. لقد طورت المختبرات الهندية القديمة معدنا يمنع تأكسد الممتلكات، ليس فقط من أجل صناعات الحرف اليدوية، بل أيضا من أجل اختراع عدد وآلات تفيدهم في بحوثهم العلمية المستقبلية. عرفت مساهمات الهند التقليدية العظيمة في مجال العلوم الطبية تجاه العالم بإنسانيتها شند شاركا، الأب المؤسس للطب الهندي، حملة من النقد اللاذع لهؤلاء الأطباء الذين استغلوا مرضاهم من أجل جني الأموال. لكان الأمر مختلفا لو تمت مقارنتهم بغيرهم من الأطباء الذين عاملوا مرضاهم بإخلاص وعاملوهم كآبائهم وأمهاتهم أو إخوانهم. عادة النفاق هي التي فرضت على الأطباء عدم الاهتمام بمرضاهم، ومقارنة بأخلاق الطب الهندي فإن تصرفات تقليدية قدمت الأفكار الإيجابية وسخرت أهدافها في خدمة العلم. وتساءلت شاركا لماذا يجب أن يتمتع الإنسان بصحة جيدة،
ويجيب لأنه بذلك يتمكن من خدمة أبناء جنسه بطريقة أفضل، وبين أن صحة الفرد تنعكس على صحة المجتمع. وتساءل تشاركا، لماذا يجب أن يتمتع الإنسان بصحة جيدة؟ ويجيب، لأنه بذلك يتمكن من خدمة أبناء جنسه بطريقة أفضل، وبينوا بأن صحة الفرد تنعكس على صحة المجتمع. عرفت الأيرفيديا أو طب الأعشاب بأنها جزء من الجسم والعقل والروح، طريقة للحياة أكثر من كونها ممارسة طبية، بمثابة الوقاية من الأمراض أكثر من كونها علاجاً. تشتمل الأيرفيديا على زيوت الأعشاب والتدليك بالحمامات الطينية، إضافة إلى أنواع مختلفة من الأنظمة الغذائية والتأمل. هناك العديد من التعاويذ والصلوات التي يتم تلاوتها حتى خلال الاستحمام كجزء من شعائر تهدف إلى تنقية الجسم جسدياً وروحياً. فعن طريق نظافة الجسم والسيطرة على العقل يمكن التحصين من العدوى والأمراض. Asan means he should know defense art, self-defense art. After that, he should know Varma, the full fulfillment of Varma. இதில் ஒரு சிதைவு ஏற்பட்டால் என்ன நடக்கும்? முதுகு பெட்டி ஒடிஞ்சால் பிழைக்காது. Below the hip எதுவுமே இருக்காது. அதனால death is the ultimate. Asan should know Siddha system of medicine. He should know minerals, metals, sulfur products and mercurial compounds. He should know how to make medicines from herbals. When a person studied the three things, then only he is called as a Asan. Or else we can call as a Vaidya. وفي مجال الطب الصرف عرف بأن الحكيم شسترتا تمكن من تطوير واستخدام الأينوبلاستيك، وقد عمل في أكثر من 125 عملية جراحية، كما مارس عمليات بتر الأعضاء والعمليات القيصرية وعمليات الدماغ الجراحية. كل ذلك كان قبل 600 عام قبل الميلاد، في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من تشاكرا سامتا، المرجع الطبي الأكثر شهرة في مجال طب الأعشاب. علم طب الأعشاب كما هو عليه عبارة عن تقنية عالية جداً. إن إقبال الأسواق الغربية على وصفات طب الأعشاب الخالية من الأذى سببه أننا نواجه بعض الأسئلة المتعلقة بمنتجاتنا القياسية، والسؤال الثاني هو آثار السموم في عالم واسع من وصفات طب الأعشاب. تشكل رياضة اليوغا جزءاً رئيسياً من الأيرفيديا، وممارستها تساعد اللب في بلوغ حالة من السرور، كما أنها تقوي البدن أيضاً. إن ممارسة رياضة اليوغا تساعد الجهاز العصبي للمرء بأن يصبح أكثر نشاطاً وحيوية، كما أنها تشكل حليفاً إيجابياً لمقاومة حالات الضغط والتوتر بسبب عدم وجود تراكمات أو تجلطات في الجسم. ولدت في غابات الهند وجبالها القديمة، جاءت رياضة اليوغا لتعالج عالماً عرضة للإرهاق. BKS إنجر وهو من معلمي العصر الحديث جعل من اليوغا صفقة ناجحة قدمها للغرب كطريقة علاج بديلة للتهدئة والاستراحة. البحث عن الأوبانيشاد، البحث العظيم كان السؤال الذي تم طرحه في المونداكا أوبانيشاد، تحتوي تلك على معلومات لكل شيء معروف في الكون. وكما يقف التاج فوق رأس الطاووس وتوجد الجوهرة في رأس الثعبان، فإن الفيدا هي المكانة في علم الرياضيات. أعتبر الفترة ما بين القرن الخامس ولغاية القرن الثاني عشر هي فترة العصر الذهبي للرياضيات الهندية، حيث ابتدأت مع الأريباهاتا الذي كتب مجلده الشهير الأريباهاتيا. إن اكتشاف المقاييس والحجوم خلال التنقيبات الأثرية هي دليل كافٍ على أن أجدادنا القدماء كانوا كفء بالقيام بالحسابات الدقيقة. ولكن عبقرية علم الرياضيات الهندي جاءت إلى النور من خلال النصوص التي تركوها خلفهم. لقد احتسبت الأريباهاتا الفواصل والكسور العشرية كما تبنت فكرة الصفر. يحتوي مجلد بهاكار جارية الذي سمي بليلا فاتي على مسائل حسابية شائقة، ويقال بأنه هو الذي وضعها بنفسه لابنته ليلا فاتي، حيث
يحتوي على مسائل في علم المثلثات والجبر ومعادلات جبرية للحلول. اعتبر بهاسكر تشاريا عالم رياضيات القرن الثاني عشر، واحتوى مجلده ليلى فاتي على مسائل ومعادلات حسابية سهلت على تلاميذه فهمها واستيعابها بطريقة أسهل وأفضل. وقد استعان بهاسكر تشاريا بالطبيعة وجعلها أمثلة من أجل تفسير بعض منها. ولتسهيل شرح نظرية الميتا كورس جعل بهاسكاريا في ليلى فاتي مثالا على ذلك، فأخذ عمودا يبلغ ارتفاعه 9 أقدام يقف فوقه طاووس، وهناك حفرة للثعابين تبعد بمسافة قدرها 27 قدما عن هذا العمود. فالثعبان يتقدم نحو العمود من الحفرة، والسؤال الذي يطرح هو: إذا تحرك الثعبان والطاووس بسرعة واحدة، فما هي المسافة التي سيستغرقها الطاووس من العمود للوصول إلى هدفه؟ يتكون لدينا هنا مثلث يمثل العمود أحد أضلاعه، والضلع الثاني يتمثل بالمسافة التي يقطعها الثعبان، والمسافة التي يقطعها الطاووس هي ضلعه الثالث. ولحل هذه المسألة فإنه يتم طرح طول العمود من طول المسافة التي يقطعها الطاووس للوصول إلى الأرض، والنتيجة هي 12 قدما، وهذا هو الحل. استمرت متابعة المعرفة في اتجاهات مختلفة، ولكن أصبح علم الفلك الشاغل الفكري الأكثر اهتماما، وكان للمراقبين المهتمين كما هو الحال مع كهنة الفيدا معرفة وافية عن المجموعة الشمسية وعن مجاز القمر وأوجهه والأجسام العزيبة اللماعة للكواكب، إضافة للتشكيلات النجمية وحالات الخسوف والكسوف أيضا. أقام ملك جايبور ساباي جاي سينغ مختبرا لدراسة علم الفلك. جاي سينغ الذي بنى جايبور اعتبرت السماء كل شيء بالنسبة له، وكان له إنجازات بهذا المجال. واحدة كانت الفكرة القديمة المندالة أو النافكر التي هي الكواكب 9 المدورة، والإنجاز الثاني هو الجانتر مانتر، والذي يعتبر في الغالب الآلة العلمية الأكثر تقدما في العالم في ذلك الحين. ما يقارب 1000 عام قبل كوبرنيكوس بين أرابهات بأن الأرض تدور حول الشمس، وقرون قبل نيوتن بيّن بهاسكر أتشاريا في مجلده سوريا سيدهانتا بأن الأجسام تسقط باتجاه الأرض بسبب قوة الانجذاب الناجمة عن الأرض. اعتبر الكهنة المراجع الرئيسية للعديد من الحالات الفلكية، وتشير البيانات عن امتلاكهم معرفة وافية في التكهن بحدوث ظاهرتي الكسوف والخسوف للقمر والشمس. ينص الراغ فيدا بأن الشمس هي القوى الجاذبة لكافة الأجرام السماوية. كنا من ضمن الأوائل الذين فهموا النظام الشمسي والتشكيلات النجمية المتنوعة أيضا. ينص الراغ فيدا أيضا بأن المسار البيضوي الذي تمر من خلاله كافة الكواكب السيارة هو طريق دائم الضياء وباق على الدوام. انظر إلى الشمس، من أين جاءت عظمتها؟ انظر كيف تبدو وكأنها تسير في خدمة البشر، لا يحيد أبدا عن طريقه الثابت، مستمر بالحركة. عرف العلم والتكنولوجيا أيضا أسس الفاستو شاسترا أو علم البناء. في الفاستو شاستر يعلمونك كيفية تحضير الأرض لغرض بناء معبدا عليها. قبل كل شيء عليك أن تجعلها مستوية وأن تقوم بقطع كافة الأشجار التي عليها، ثم لديك سنتان تزرع فيها بعض المحاصيل الخاصة لأجل أن تبقى سنتان للذكرى، ثم تبدأ بالبناء أيضا. انظر كم هي رائعة تلك الأفكار، كل ما لديهم هو البدء من جديد والنظر إلى العالم الجلي الجديد. वास्तु का मतलब आर्किटेक्चर है। ये एक शास्त्र है जिसका ताल्लुक धरती से, स्थान से, मकान से, बस्ती से है। ये मनुष्य को, उसके वातावरण को, उसकी कायनात को, ब्रह्मांड को
एक सूत्र में बांधता है। हमारे ऋषियों ने इनके बहुत किस्म किस्म के प्लान्स बनाए, मंडल बनाए। अभी जो उन्होंने मंडल को विभाजित किया वो धरती की एनर्जी लाइन्स से किया। بالإضافة إلى صيغ البناء، فإن الفاستو شاسترا تأخذ أيضاً بنظر الاعتبار معرفة الطالع لمالك البناية وحالته النفسية والدروس القديمة في بناء المساكن الخاصة. إن للفاستو شاسترا لديها أوجه معينة، وهي مسألة عملية نوعاً ما في بناء الأبواب في أماكن تسمح بمرور الهواء إلى كافة أنحاء المنزل، وهذا لا يعني بأن الناس يتبعونها اليوم ويطبقون قوانينها. المدن العصرية وطريقة نموها العشوائية لشتان بينها وبين الكوكب الواضح لقديم الزمان. لقد أدخل المغول الجمال التقليدي والقبور إلى فننا المعماري، أن كل صرح تاريخي هو عبارة عن ذكرة لملك ما، وأن قلاعهم بنيت بهندسة دقيقة للغاية. تعد موهنجو دارو وهيرابا مدينتين تاريخيتين بنيتا للسكان، احتوتا على تصاميم رائعة في تخطيط المدن. إن المعابد الهندية هي رمز عظيم للإيمان العميق الذي قاد نحو اكتشاف العلوم، وأن المعابد العشرون في خجراو أرادوا منها أن تكون تقليداً لقمم الهيمالايا الشاهقة حيث يتواجد الآلهة. هناك تقريباً 500 بناية أنيقة ضمن المجمع الذي مساحته 30 كيلومتراً من إقليم هامبي. في الحقيقة اعتبرت هامبي كواحدة من المواقع التاريخية في العالم. تأخذ العلوم أشكالا متعددة، وكمثال على ذلك علم الإيقاع الموسيقي. حاول أن تضرب هنا. وحتى يومنا هذا ليس لدينا فكرة عن التأليف المضبوط لتلك الركائز، ومع ذلك في براهين قائمة للتقنية الرفيعة. هناك أشكال كثيرة من العلوم أيضاً، مثلاً علم الهندسة. في المناطق النائية من سواحل شواطئ أوريسا وفي شرق الهند توجد بقايا واحداً من أعظم المعابد في الهند، كونارك، الموقع الأثري العالمي. تعني كونارك زوايا الشمس. يقال بأن أشعة الشمس تمر من خلال قاعة الرقص وكذلك قاعة الحضور وتواجه آلهة الشمس في مقر المعبد. بالطبع فإن المعبد الرئيسي قد اختفى منذ زمن طويل، وأن آثار المعبد التقليدي هي التي بقيت والتي تعتبر بحد ذاتها مثيرة للإعجاب. لقد بني المعبد بأكمله على هيئة عربة ذات 24 منظرا رائعا. أبو الفضل وزير الإمبراطور المغولي العظيم أكبر قام بزيارة المعبد، وقد أعجب به بشدة لعمله الهندسي وتماثيله الرائعة. هنا بينما كانت المعابد الأخرى تحتوي على تماثيل لأشخاص، نرى كوناك عبارة عن تمثال واحد ضخم. بني في حوالي عام 1250 بعد الميلاد، وأن برجه الرئيسي كان بنيا ليكون على ارتفاع قدره 225 قدما، سقط قبل أن يتم الانتهاء من بنائه. ملايين من الأشكال والراقصات الشهوانيات تقف في البه الواسع تملأه بالحياة. هذه الأشكال المجمدة استلهمت منها مبادئ الرقص الكلاسيكي من الأوديسي وغيره من المعابد القديمة، فإن كونارك يمثل كافة أبعاد الثقافة الإقليمية وأنه نسخة من النظام الكوني. الآن أبحث عن فن العمارة في الهند. لنأخذ مثلا العمارة القديمة الهندوسية والبوذية، الأسلوبات والأديرة عبارة عن نماذج من الكون، حيث لدى الفنان الدور ليلعبه وليفسر إلى الناس بأنها ليست طبيعة مجتمعاتهم بل الهيكل الكلي للعالم الغير جلي المعروف هناك، والذي هو غاية في البساطة والعمارة. في قلعة الجولكندا في حيدرباد من السهل مناداة أي أحد من خلال الأرض الواسعة، فليس على المرء سوى التصفيق أقدام التي تعرف الاستيعاب المعاصر.
عندما تنظر إلى شمال أو وسط الهند فإن الجو فيها هو حار ورطب. إن العمارة لهذا النوع من الأجواء سواء في المدن الصغيرة أو في القصور الضخمة حيث تأتي الرياح حاملة الحرارة الجافة، ثم يمكنك أن تلمس الهواء داخل جدران ثم تترطب من خلال الينابيع كما هو الحال في مباني جيبور. رأيت في قصر الهواء هو عظيم للغاية وكأنه مبرد هوائي كالموجود في السيارات، تهب الرياح عليه ثم تعمل مياه متساقطة على ترطيب الهواء فيه. تعتبر راجستان من البلاد الصحراوية الحارة، ولكنها مع ذلك مقر للعديد من القصور التي صممت لتبرد وتسمح للهواء بالمرور من خلالها. فهل يمكن لتلك الوسائل أن تنتعش لتستبدل بوسائل تبريد الطاقة الحديثة؟ وقد وجدت أنظمة للتبريد أقدم من ذلك في القرن الثالث حيث كهوف الرهبان البوذيين محفورة داخل الصخور المرتفعات والجبال. تم تحويل تلك الكهوف فيما بعد إلى أديرة أنيقة. لكانت متاهات الممرات وغرف المعيشة خانقة للغاية بدون وجود تيارات الهواء البارد التي تهب من خلال نظام الخزانات المياه، علاج بسيط وطبيعي الذي جمع بين الحاجة والراحة. عالم القرن الثاني عشر التاريخي الإسباني سيد أندلوتشي منح الهند المرتبة الأولى في مجال التطور العلمي بين الحضارات القديمة العظيمة، ولهذا السبب فإن الهند طورت العلم بالحكمة، حيث هناك الكثير من ثروات النصوص القديمة التي لم تحل ألغازها لحد الآن تنتظر أن تستخدم، سندات كبيرة من المعرفة التي ستفتح طريقا طويلا ومنسيا وتعزز الإيمان والكرامة في قابلياتنا المتوفرة. كانت الهند الاكتشاف الأخير بالنسبة لرواد البحر العظام في القرن الخامس عشر في أوروبا، أرض العجائب لكونها أرض الطيور الثمينة المليئة بأشجار الذهب. ولقرون سابقة وضعت السفن الهندية في البحار لتقوم بالتجارة مع البلدان البعيدة. منذ 4000 سنة ماضية وصل البحر إلى هنا، واليوم كلها جافة. وفي الحقيقة عندما تم اكتشاف هذا المكان كان يدعى لوثال، رابية الموت. بالطبع كانت لوثال مرة في الزمان مدينة في حضارة وادي إندوس بما فيها هذا الرصيف المائي الذي يتسع حتى 30 سفينة بوزن 60 طنا والتي هي بحجم مدينة المرفأ المعاصرة ورصيفة فيشاكاباتام. لا
لم يكن ليتوجب على قباطنة السفن القدماء أن يعتمدوا على الموانئ الطبيعية، لأن الأرصفة الصناعية مثل لوثل سخرت البحر لخلق مرافق آمنة للسفن. من البديهي أنه قد تم بناء لوثل بواسطة أناس ذو مهارات هندسية عالية ومتطورة. ربما كانت قوارب الصيد التي وصلت بشكل غير متعمد لشواطئ بعيدة أول سفراء للهند، وحملت معها قصص أرض غنية ومزدهرة. كان الطير الذهبي موضع بحث الرواد الذين قدموا على أساس التجارة. كانت الهند ولمدة طويلة في التاريخ تعتبر الحضارة الأكثر ازدهارا في العالم. سيطرت التوابل الهندية على النزعة التجارية القديمة. إذا كانت الجبال في الشمال أرجوانية لوفرة أزهار الزعفران وكانت جزء من طريق الحرير، فقد كانت الهضاب الاستوائية في الجنوب منافسة لها بحب الهال، وكانت جزءا من الطرق البحرية. كان الزعفران ولا زال أغلى التوابل، فلا يستغنى عن اللون البرتقالي الممتاز في طناجر الطهي في وسط أوروبا، وكان عنصر تصدير ثمين لبلاد ما بين الرافدين والفرس. غلاف حب الهال الأخضر ينكهل الموكولات في جنوب غرب آسيا والشرق الأوسط. هبت رائحة ونكهة التوابل الهندية عبر آسيا وفي أوروبا، حيث اكتشف الناس سحر البهارات والقرفة وجوز الطيب. جاء زمنا كان فيه رطل البهارات يعادل وزنه ذهبا. لم تكن المنتجات في ذلك الوقت سلعا ينتجها مجموعة من الفلاحين فحسب مثل التوابل، بل أيضا أشياء مصنوعة في غاية الجمال، أنواع متعددة من الذهب والمعادن المختلفة والحلي، الأواني الفخارية عالية الجودة، وأنواع متعددة من الأدوات المصنوعة من معادن مختلفة، الزخارف المنزلية ومواد البناء المعماري والمنسوجات. عندما تفكر بالحرير فإنه لدينا عند الطلب. عندما يريد أي مصمم أزياء هندي أن يعمل شيئا مترفا ومفرطا، فإنه وبطرفة عين تجد صفا من الأقمشة الحريرية من مناطق مختلفة من الهند. نحن هنا الآن في بلد واسع جدا، ويطور كل جزء من هذا البلد نوعية من الأقمشة رائعة تجذب إليها مصممي الأزياء المعاصرين من مثلي أنا. عندما انتقل سر دودة القز خارج الصين، قاموا بمنع عمال النسيج الهنود من إبداع أنواع متعددة من الحرير والأقمشة الأخرى. تركت المنسوجات الهندية علامة مميزة على صعيد الأزياء العالمية. عندما حمل المهاتما غاندي عجلة النسيج كرمز للحرية، أطلق عنانه 1000 نول في كل جزء من البلد. تم إحياء العجلات التقليدية وتعميمها، وافتتحت كهادي جرام أديوغ التي ترعاها الحكومة فروعا في كل بلدة، معطية نسيج النوال اليدوي نافذ إلى العالم. قدمت الأبحاث الجارية والتطورات أنواع جديدة من الأقمشة المصنوعة من خيط القن وجوز الهند والأناناس. لقد أضفت المنسوجات الهندية لوناً من الرفعة على كل نوع من الفن، ويتضح جمالها في شوارع بوليوود وأزقة باريس. ما أجمل التقدم والانسياب الرائع الذي عليه الهند كبلد فيما يخص شعبها أو الدور الذي يقومون به. ما أن تصل إلى الصحاري القاحلة في راجستان إلا وترى وفرة الملابس النسائية الملونة بالأحمر الفاقع، وقد زينوا ملابسهم بالأصفاد والمجوهرات الفضية. الشيء كله رائع في هذا المنتزه الذهبي الأصفر والجاف جدا. ومن ثم تنتقل إلى جزء خصب جدا استوائي من الهند، والذي قد يكون مثل كيرالا.
مثلا وترى نوعية البياض البدائية كلون سائد، وهذا رائع. وبنفس المقياس ينظر الغرب إلى أشياء مثل هذه ويقول: يا إلهي، في بلد بهذه الضخامة هناك الكثير لتعمل وخيارات كثيرة لتختار، ولكن لسوء الحظ تحتاج دائما لشخص ما من الغرب لجعلها مشهورة. انظر إلى مادونا والحنة أو جيم باول وسترى تصاوير هندوسية هائلة على ثيابهم. لسوء الحظ دائما يقوم بذلك شخص ما من الغرب، وما من عذر لأن لا يقوم مصممي الأزياء الهنود بذلك. أجبرت المصانع الآلية في مانشستر الألوان الهندية على الصمت لسنين عديدة، وربما أن السبب في استغراق الأقمشة الهندية زمنا طويلا كي تسترد احترامها. ولكن العجلات تدور ثانية، والأقمشة التي اشتهاها الإمبراطور الروماني يوما ما هي جائزة مرة أخرى للخروج إلى العالم. وبحسب المؤرخين الاقتصاديين، كان للهند يوما 25% من أسهم التجارة العالمية، وهي نسبة مطيرة للصواب. لا تملك أي دولة اليوم هذه النسبة من الأسهم. أشياء كثيرة انتقلت من الهند حول العالم. في زمن لم تعرف فيه براءات الاختراع، قدمت الهند معرفتها بدون تحفظ. انتقلت الأشكال الحسابية ونظام القيمة العشرية إلى الغرب من خلال المداولات، إلى الشرق من خلال الصين، إلى اليابان، وهكذا من خلالها حتى أصبحت عالمية. واليوم تعتمد الحضارة إلى حد أقصى على نظام القيمة العشرية التي برعت بها الهند. العدد 5005، الخمسة الأولى هي 5 أنت موافق، والصفر التالي هو 100، لأن الخمسة الأخيرة هي 5000. لا نستطيع القول أن 5005 إن لم يكن للصفر أي قيمة. هذه هي الوظيفة. ولكن الأحيان عديدة نقدر بثناء أن الهنود قد ساهموا باكتشاف الصفر في الرياضيات، ومعناه الحقيقي هو لا شيء. حتما فكرة أنه من الممكن أن يكون هناك لا شيء أو اللا شيء موجود هو سبب وجود الصفر في الرياضيات، لم يكن الواقع العملي، وإنما حقيقة أنه لم يكن لدى الرومانيين صفرا، ولذلك لم يستطيعوا الضرب أو التقسيم بافتراضه إلا باستخدام الأصابع. يعتبر برم 10000 الحاسب العملاق ونظام DCI-C المطور بذكاء واحد من أكبر الحاسبات في آسيا. قررت الهند كدولة أن على الشخص أن يكمل جهد الشخص الآخر لبناء هذه التكنولوجيا في البلد، لأن هذه التكنولوجيا كانت محتاجة في أقسام متعددة، في حقول العلوم والهندسة وأيضا في حقل الأعمال. للحاسبات العملاقة استخدامات هائلة في تنبؤات الطقس، معالجة بيانات الزلزال، التطوير الطبي والتنبؤات، وقد أزالت أي شك حول قدرة الهند في هذا المجال. إذا ما نظرت في أكبر 10 أو 20 مصدرا للبرامج، ستجد أن 60 إلى حوالي 70% من الأعمال تتم من خلال الهند. على كل دولة أن تعرف وتدعم أشياءها الأفضل للتنافس، وطاقة الهند التنافسية هي في العدد الكبير من الناس الذين يتواجدون فيها. وبالبنى التحتية المناسبة يمكن حصاد ما تجنيه هذه القوة للوصول إلى المقاييس العالمية في التصنيع والإداء. ما نسعى إلى مواجهته هو أن نصبح قادرين على تزويد الناس بالشكل التدريبي، بحيث يصبح هؤلاء الناس قادرين على إعطاء الحلول والتكنولوجيا للصناعة المعتمدة على التكنولوجيا الهندية. لقد صرفت شركات الحاسبات مثل إنفوسيس المال لتدريب الطلاب خصوصا من أجل الصناعة، نساعدهم للحصول على الخبرة في الهندسة وإنتاج البرامج. وفي بلد واسع مثل الهند، وسائل الاتصال هي مفتاح التقدم. الانتقال من ساعي البريد إلى الكيبلات الشعرية البصرية هي خطوة عظيمة، وكل هذا حدث في غضون عقود قليلة. لا تزودك الهند بحلول بالسعر المقبول وبالوقت اللازم وبالميزانية المعطاة فحسب، إنما ذات قيمة حقيقية في أعمالك التي ستحدث تطورا في هذه الأعمال. ستسجل الهند رقما هائلا من خلال الجيل القادم في خدمة البرامج والحلول التي ستتيح لك المعرفة وتدعم الأعمال من خلال الأجهزة الإلكترونية وفرص التجارة الإلكترونية.
ما نلاحظه الآن هو أن التكنولوجيات تظهر جيدة وكاملة. هناك ثورة في طريقة التعامل وإجراء الأعمال وفي طريقة تسييرنا لحياتنا. لقد تمت الثورة بالفعل من التعامل النقدي الفوري إلى البضائع الإلكترونية ومن محلات الإنترنت والقرى إلى البرنامج المحلية التلفازية متعددة القنوات. تكتسب التكنولوجيا الهندية السرعة. كل هذه الفاكسات والإيميلات ونظام الإنترنت هي نتيجة وأثر لموجة المليمتر القصيرة المكتشفة بواسطة العالم الهندي في الهند جاكديش تشاندر بوس. هناك دليل على أن بوس كان على علم بذلك. لقد حاول بالفعل اكتشاف الراديو. يمكن أنه قد عرف الناس كل ذلك. كان رامان دائما معجبا بالإضاءة واللون. في الحقيقة كانت جائزة نوبل من أجل عمل الضوء. إذا كان لدينا ضوءا بلون واحد ساقطا على قطعة كريستال من أجل ذلك الأمر على أي مادة، وعندما يتناثر تتغير مزاياه عن الضوء الساقط، والاختلاف هو في سمة المادة. يمكنك معرفة المادة من خلال ما يدعى بانحراف رامان، وتغيير اللون هو تأثير رامان. إذا ما أردت أن ترى المجالات التي حصلنا فيها على نجاح عظيم، أعتقد بأنها كانت تلك المجالات التي لم تتوفر فيها المساعدة الخارجية بسهولة. إنني أتكلم عن الطاقة النووية، أتكلم عن تكنولوجيا الصواريخ، أتكلم عن الفضاء. بالرغم من الحصار التجاري المفروض من قبل الدول المتطورة والموارد المحدودة، لدى الهند برنامج واسع لغزو الفضاء، والذي بكلام الدكتور فيكرام سارابهاي يهدف إلى تطبيق التكنولوجيات على المشاكل الحقيقية للإنسان والمجتمع. دكتور سارابهاي الرئيس المؤسس لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية، الهند كنصير للأمة بالاسم وجهة نظر اشترك بها رئيس الوزراء بانديت نهرو وأنديرا غاندي مدعوما بالحكومة. بدأ عصر الاتصالات العامة. اليوم غيرت أجهزة التحسس النائي، الاتصالات وأقمار القياس الصناعية في الهند وجه الحياة في شبه القارة، وهي واحدة من 6 دول نجحت بإطلاق أقمارها الصناعية. تحققنا لحد كبير من حلم الدكتور سارابهاي حول المجتمع الهندي المدعوم بالمعلومات. يستقبل أرسال الراديو والتلفاز في كل زاوية في البلد. تصل الشبكات الاتصال السلكية القرى النائية بالعالم الخارجي. تحمي معلومات القياس حياة 1000 صياد يعيش على الشاطئ. برنامج الفضاء الكلي في الهند يؤكد من جديد حيوية العلوم الهندية. هناك شيء ما في روح هذه الأرض حيث يسكن الإبداع في جذور الأعشاب. لدينا الكثير من الحركات داخل الدولة وتدعى حركة العلوم. لا توجد في أي بلد آخر حركات العلوم الشعبية هذه، والتي تعني ما يعمله أصحاب العلوم كل الوقت من جهة، والثاني هو أن العلوم التي تعملها يتوجب أن تتفق مع عقول الشعب. عام 1946 أنن جوجرات، من هذه الماشية النائمة أحضر المزارعين قاطني المقاطعة من قريتين مختلفتين 247 لترا من الحليب وشكلوا التعاونية. اليوم أصبحت أمول تعاونية عملاقة ببليون لترا ومليوني مزارع، وكرقم دفعت بالهند إلى المركز الأول كمنتج للحليب في العالم. بعثت هذه الفوائد النشاط في الناس هنا، وأدت إلى تغيير الاجتماعي للتقدم بالمعيار الحقيقي. أود أن أرى التعاونات تنبعث بشكل حقيقي كأثر اقتصادي في حركة توحد منتجين خلال بنى يقومون بإدارتها بأنفسهم. إذن لا يحبذ وجود المستثمر الأجنبي. لو كنا نرجو ذلك لما طورت الهند التكنولوجيا والمنافسة لإنتاج الأدوات ولإنتاج
كل أنواع متجات دايري التي عملتها الهند كما رأيت بما فيه الكفاية. يحلو لنا أن نكون فخورين لكوننا مبدعين بشكل كامل. أصبحت شركة أمول رمزاً للهند المعتمدة على الذات. سبب نجاح أمول يكمن في أن الدافع الأولي كان الشعب وليس الربح. يتم التركيز على المزارع والمستهلك، والشركة تأتي ثانياً. وبالإضافة لأكياس الحليب المعلبة، تقوم أمول بإنتاج مجموعة من المنتجات الثنائية التركيب مثل الزبدة والجبن واللبن والبوضة والبيتزا الجاهزة. وفي الهند القديمة كانت تعتبر البقرة مقدسة لأنها تقدم الحليب. تستغل الطفولة رعاة البقر للإله كريشنا قصص كثيرة عن حبه للزبدة. ما تزال التقاليد الهندية القديمة التقليدية والعملية تؤثر على الهند المعاصرة. استطاعوا في وقت ما أن يطوروا الحديد عالي الجودة، استطاعوا أن يضيفوا الكربون له والتحكم بنسبة الكربون فيه، بحيث يحصلون على فولاذ عالي الجودة. الفولاذ هو مزيج من الحديد والكربون. عرفت الهند جيدا بإنتاجها للحديد. الحديد والفولاذ هما عماد الصناعة الهندية التي تأسست عام 1904. تمتلك الهند الآن القدرة على إنتاج 16 مليون طن من الفولاذ المتكامل، مما يجعلها في المركز الثامن عالميا. في مصنع بهيلاي للفولاذ تشق قاطرات السكك الحديدي طريقها خارج الأفران. يمكن للإنتاج الكبير هنا أن يدور العالم مرتين. تمتلك شركة إسبات العالمية واحدة من أفكار المقاول لكشمي ميتل شبكة من فروع تصنيع الفولاذ في 7 دول. والاستخدام في صناعة السيارات المستهلكة ثقيلة، يبلغ الطلب على الفولاذ للاستهلاك المنزلي 42 طنا. والأسهم الأكثر شهرة في الشوارع الهندية هو التاتا، يمكن أن تشاهدها على أي وسط إعلان وسيارة تجارية ثقيلة. تصدر تاتا إنجينيرينج شركة البارجة الإمبريالية لمجموعة تاتا لائحة مصدر الشاحنات والباصات إلى غرب آسيا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، على سيارات تقل الركاب من تاتا أن تتنافس مع أسماء مثل تويوتا، فورد، ميتسوبيشي وفيات. ولكن أثبتت سياراتها الجدارة على مستوى دقة البترول وأسهم السوق. تتوجه هذه الهليكوبتر المقلعة من مومباي إلى البحر العربي 45 كيلومترا من الخضم في وسط الأمواج المتطاملة والرياح ذات السرعة العالية. تقف ماموت ميتال كونستراكشن سمو بمومباي. يعطي مركز استخراج البترول الشاطئ هذا أكثر من 70% من إنتاج البترول والغاز الطبيعي في الهند. 10,000 كيلومترا من الخطوط الأنابيب تأخذ طريقها الداخل وحول الحقل الحاملة للبترول الخام من قاع البحر إلى المصفات في أورام. تتحرك سرية من الرجال وعلى مدار الساعة لتحافظ على سير الإنتاج. تصدر هذه الخبرة والتكنولوجيا الآن بلدان نامية أخرى. الحرير والتوابل وبرامج وتكنولوجيا الفضاء، تقسمت الهند كل ما لديها مع العالم. تقاسمت مفهومها عن شونيا الصفر اللاشيء الذي يمسك اللانهاية نفسها بداخله. تقاسمت الفلسفة التي تدعى العلوم والتي عملت خلال القرون من أجل خير كل الكائنات فحسب. سأقول أن المساهمة الأعظم للهند هي فلسفة الحياة المتمثلة في إعطاء كماليتها في الشانتي مها مانترا. إذا ما كان هناك مقطع شعري أود أن يتذكره ويتأمله كل سكان العالم، سيكون هو شانتي مها مانترا، أغنية السلام العظيمة. تقول شانتي في كل مكان، شانتي على الأرض التي نحب، شانتي في الفضاء، شانتي هي الأعشاب الطبية. لا نحصل على السلام بربح معركة أو بالتوصل إلى مستوى معين من مستوى الدخل الفردي. سيحل السلام فقط عندما يصبح السلام هدف المجتمع وهدف الأفراد أيضا في كل زمان ومكان على الأرض.